إلى ذلك قال المحامي جلال حمد مدير مرصد العدالة من أجل الحرية في دار الزور، قال إن أول انتهاك ارتكبه داعش ضد الأطفال في المناطق التي يحتلها ومنها دار الزور هو فرض نظام تعليمي خاص به وإلغاء كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية المتبعة. وأكد في لقاء له في برنامج أكثر من عنوان أن داعش منع المعلمين من أداء واجبهم التعليمي وأخضعهم جميعا إلى دورات شرعية. منذ دخول تنظيم داعش وعندما نتكلم عن الانتهاكات بحق الأطفال، أول انتهاك هو ارتكب في قطاع التعليم. منذ دخول هذا التنظيم في تموز عام 2014 حاول أو عمل على فرض نهجه وعقيدته في كل القطاعات ومنها قطاع التعليم، لذلك منع المعلمين من ممارسة عملهم، أخضعهم جميعا لدورات شرعية، قام بطباعة منهاج خاص به في قضاء راوة وأحضره إلى دير الزور وإلى مناطق سيطرته في سوريا، عمل على استحداث مدارس تقوم بتدريس هذا المنهاج، وطلب من العوائل في دير الزور إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس. طبعا هذا المنهاج منها الذي أعده التنظيم يقوم على العلوم الشرعية حسب ما يراها التنظيم، أي القرآن والحديث والعقيدة وإلى آخره وفق منهج التنظيم ووفق توجهات التنظيم. هنا كان الحدث الأهم هو امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس، وكان هناك أسباب كثيرة طبعا لهذا الامتناع، منها أولا لا وهو السبب الأساسي هو أن الأهالي لا يريدون أن يدخلوا أطفالهم إلى هذه المدارس، لأنهم يعلمون تماما ولديهم يقين أن هذه المناهج تجعل أو تعلم العنف وتعلم الإرهاب أكثر ما تعلم أشياء أخرى، لأن الخسارة أكبر عندما يرسلون أطفالهم إلى مدارس داعش، وبالتالي هم فضلوا خسارة على خسارة أخرى وبالتالي لم يرسلوا أبنائهم، إضافة طبعا إلى أسباب أخرى تتعلق بالخوف من قصف المدارس من قبل طيران نظام بشار الأسد.